احنا اليوم في انطلاق الدوره الاولى للمهرجان العالمي لمراكش كره الميتينغ اللي تيستضاف هذه الدوره اكثر من 600 فنان وفنانه اللي تيمثلوا اكثر من 10 ديال الدول. وبهذه المناسبه كالافتتاح ديال هذه الدوره الاولى بالفرقه المغربيه اصوات ديال اصوات المغرب اللي جاوا شرفونا في هذا الافتتاح. في هذه السنه هذه مشاركه معنا اكثر من 10 ديال الدول اللي تيمثلوا عده دول اوروبيه بحال فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، المانيا، سويسرا، النمسا وكذلك استونيا. وزيادة على ذلك الفرق المغربية اللي تتمثل جهات الرباط وجهات مراكش، موازاة مع ذلك كاين بعض الفرق الكرالية اللي تتمثل بعض الدول الإفريقية منهم مالي والسنغال وكوت ديفوار. وهاد الدول بثلاثة مجموعين في واحد الفرقة اللي تيمثلوا الكنيسة، وتهما ان شاء الله غدا غادي يكونوا معنا في البرنامج. الاضافه ديال هذه الجمعيه هذه هو حاولنا نختاروا هذا الفن هذا حيت لحقاش باقي ما متوفرش عندنا هنا في البلاد، يعني ما كاينينش الناس اللي تيهتموا به، وبغينا نعطيو الاضواء وكذلك فرصه للفرق الكراليه المحليه والجهويه نتاع مراكش باش يجيو حتى هما ويبرزوا زعما الفن ديالهم، وكذلك تكون عندهم فرصه باش يقدروا يتواصلوا مع فرق اجنبيه باش يكونوا واحد زعما توضيد العلاقات بيناتهم. حسن لنا الشرف نديروا الافتتاح ديال هذا الحدث، الملتقى العالمي للاصوات اللي كيتعقد اول مره في مراكش، اللي كيضم مجموعات صوتيه اللي جايه من مختلف بلاد العالم. وهذا الملتقى هذا سي واحد الفرصه لنا اللي كنبينوا فيها الموسيقى المغربيه ديالنا بواحد الطابع، بواحد الابداع اللي هو واحد الطرز عالمي اللي توصل للصغير وكبير ان شاء الله. كنخدموا على الموسيقى المغربيه بكل الانواع ديالها بكل الاشكال ديالها، بالنسبه لزعما توت لي ريجيون ديال الماروك. وكنحاولوا نعطيو واحد الصوره اللي هي ديجا الموسيقى المغربيه ديالنا هي غنيه زعما على التعريف وغنيه بالطابع ديالها، وحنا كنحاولوا نزيدوا لها واحد الابداع، واحد الطرز اللي هو عالمي اللي يمكن له زعما كي سوا ايكوتي بار غران اي بوتي. موسيقي بمجموعه لي فو دي كور. حنا عندنا المشاركه ديالنا الاولى في هذا الملتقى الدولي للكورال بمدينه مراكش. حنا فرحانين بزاف باش نكونوا مشاركين في اول اديسيون في هذا المهرجان اللي كنعرفوا به الموسيقى المغربيه ديالنا والتطور ديالها بالنسبه للمجموعات الصوتيه. لاحظنا ان كاين واحد الاقبال من الجمهور جميع مختلف الاعمار، هذا اللي كيزيد يشجعنا اننا نزيدوا نبدعوا في الموسيقى ديالنا ونحاولوا نطوروها ونشروها خارج في المغرب وخارج المغرب. في المغرب مازال عندنا المجموعات الصوتيه ولا المهرجانات الكوراليه ما واخدينش واحد الحيز كبير من الاشهار ولا من الدعايه، الا ان كنشوفوا حنا بالمشاركه ديالنا خارج الوطن ان الموسيقى ديالنا ولا هاد التظاهرات كتسمح لنا اننا يكون عندنا واحد الاعجاب عند الناس اخرين اللي كيلقاو بان كاين موسيقى كتثير الانتباه ديالهم، لا من ناحيه المقامات لا من ناحيه الانواع الموسيقيه. وحنا التراث ديالنا الحمد لله غني بزاف ديال الانواع الموسيقيه اللي عندها علاقه بالغناء، الا شفنا غير المديح والسماع، عيسى واحمد شا، بزاف الانواع الغنائيه كتستمد على الصوت والغناء، هذا هو اللي كيعطينا هاد لاغيشيس وكيخلينا اننا نقدروا نطوروا هاد الموسيقى وهاد الغناء الكورالي حتى في المغرب باش يولي عنده واحد الشهره عالميه اكثر واكثر.